رانا اليوم رانا محتاجين اليوم الثالث على التوالي على الوعود الكاذبه اللي وعدتنا بها السلطات نتاع قسنطينه. عرضوا علينا تهديم السكنات نتاعنا بدون ما يرحلونا، وهذا الشيء غير مرفوض تماما. لا وين راح نروحوا حنا بالعائلات نتاعنا؟ حنا ما كانش يجيو اخويا يسولوا الوضعيه يعطيونا حقنا كما راهم يقولوا. انا وانا ساكن هنا وقصوني من السكنه، فهمت؟ وحنا دركاو في 42 واحد محبسيننا، وبكل ملاك هادو 42 بكل ملاكين، فهمت؟ خلقوا هنا هادو اللي قل مني خلقوا هنا فهمت الفول، فهمت؟ واش نهضر هاوجا واعطاني الكلمه وانا قلت راجل، قلت هو يمد لنا السكنه، قال لي تعيدي في دارك، كيما عيطتش في داري ربي مت.